تشتمل هضاب منطقة شرق البحر الأسود على جمال فريد، وليس كونها منطقة إنتاج عسل آنزر هي ميزتها الوحيدة فقط، بل هي أيضا محضن العديد من الزهور التي جعلت من المنطقة موطنا لها، وهذا سبب قوي جعل منها محطة اهتمام من طرف العديد من السياح المحليين والأجانب على حد سواء، ناهيك عن قممها التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر وغاباتها التي تناهز 2000 متر. هضاب كاتشكر الواقعة على جبال كاتشكر تميزها حياة جد غنية، فجدول كاتشكر يجري على طول الوادي ويصب في جدول فيرتينا، وهي من أندر الهضاب لاحتوائها على مختلف عناصر ثقافة الهضاب، وهي مكان يستحق الزيارة والتجوال أو حتى جعلها موطنا للعيش بفضل طبيعتها ومناظرها وبيوتها الحجرية التاريخية، والأهم من كل هذا جمالها الطبيعي الذي جعل منها منطقة عذراء. هذه الجماليات تقدم لكم أنفع منتج للطبيعة وهو عسل آنزر، اجتاحت شهرته العالم بخاصيته الشفائية التي تميزه، ففي منطقة آنزرين هناك ما بين 450 و500 نوع من الزهور البرية، ومن 80 إلى 90 نوع منها تنبت هناك فقط، لذلك اكتسب هذا النوع من العسل المنتج هناك شهرة واسعة بعلاجه لأمراض شتى. يستعمل عسل آنزر في معالجة أمراض عديدة، ويزيل الآلام المختلفة، ويسهم في تطبيب الجروح، ويزيل تصلب الشرايين وانسداد الأوردة، وينفع في إزالة البقع الجلدية ويقوي العضلات. بفضل هذه الخصائص التي تميز عسل آنزر يمكن بيعه وهو لا يزال في خليته.